لا في فقر الضارة في شيء. قال ابن قاز وانا الهار سامعكم سالفه يا اخي، في سامعتكم سالفه ارجع. شوفوا لي وين الحكم بالموضوع هذا. زيد الصابرين هذا يا طويل الاعمار سلمكم الله، اول شيء هذا يقول لك في حاكم اذا اعتبرنا هذا كشخص يبي يشوف من يقدر عليه ويشوف من ما حد يقدر، يعني ما حد يقدر يكذبه. الوك هذا اعلن اعلام بنحاء المدينه، تسمعوني يرجع اي بنحاء المدينه، قال اتحدى من اللي يجيب لي كذبه واقول له وشي ترى انت كذاب، اذا انا قلت لك ترى انت كذاب لك نصف ممتلكاتي. تمام. اها جاء اول شيء اللي هو من هو اللي هو راعي، جاء قال كيف، قال ابوي عنده عصا يرفعها فوق يحرك فيها السحب الدنيا يحركها. لا هو يبي يقول هذا كذب مستحيل، هو يبي يغدي تذوق، يبغى يعني يقول كنت كذاب. لو كان قال حلو، حتى انا ابوي ما ادري ايش عنده ما ادري ايش نافسها، بس انتم كويس ان عندكم العصا هذه يا طويل العمر. تمام. ما تهدد اي بكذب لان مستحيل، قلت حدك تخليني اقول كذب. وجاه الثاني الخياط، جاه قال قال معليش تاخرت عليك، جتني هبوب البارح خيط الجدر لا وامطار الدنيا وجاء برق طول العمر وشق السماء وصلحتها كذا. بيقول كيف قالوا صلحتها؟ قال اه يعطيك العافيه انا اشوف، بس تراك ما صلحتها زين لان طلع جاء نقاط مطر اليوم يعني بيعقدك. جاء الثالث، وش يسوي الثالث؟ معاه برميل. اسمع معاه برميل معاه برميل يا طويل العمر، يدرب له برميل كبير. اه جاء قال ما بالك انت برميل؟ برميل قال جاء شوف الجراءه والقوه وكذا. قال ايش قال؟ قال يا طويل العمر قال انا سلفتك قبل فتره فلوس كنز، ابغاك ترجع لي بالبرميل هذا. ورط قال انا اعطيك كبر هالبرميل كنز، ابغاك ترجع لي. يعني اذا قال كذب اعطاه نصف ممتلكاته، واذا ما قال كذب اعطاه ملاله البرميل كنز. شوف اي قال يلا بسرعه كذا، قال بسرعه انا تراني مسلف قبل فتره البرميل هذا كنز مليان. طيب بالساعه هذه عطني اي بالساعه هذه قال عطني اي قال اسمع قال عطني كنز حقي. هذا كذب انا ما اعطيتكم ما ادري ايش هذا هالكلام. والله العظيم قال كذب فيها حق قال عطني لا كيف فيها انا قرا والله على اليوتيوب فيها ذكاء فيها ذكاء وفيها جراء بالسالفه. انا قيم القصه كامله فيها ذكاء وفيها جراء. لو كادوا عطى نص انا القصه كامله لانها صراحه ممتعه لطيفه جدا. انا اعلمك وش اللي فيها. اول شيء كانت تدق الدهانه على كل شخص، هي اكيد بتكون لطيفه وجميله عشان من احمد عجل بخور احمد عوض لطيف وجميل، لكن هي معناها انك تدق الدهانه على كل شخص انك تقول انا ذكرت في اللي ذكر هي هذا كان قديم للدفع علي على طول الجو. اي شفت كيف طول الاعمار والله لا يوفقك وشرع اللي قلت سالفه عندكم سالفتكم سلفت طلعت هذا اسمه هذا مو بسفر الدريب هذا سفر الدريب ما يجي منك الا الزين يا قلبي. عطوني على جواي وقولوا كلام زين بس بس يا حلو علي خلص صب له شهرين على دقيقه